السلام عليكم ورحمه الله. سي السيد الرئيس الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان في الجديده، اليوم كيف لاحظنا كانت مقررة تنظيم ندوة حقوقية تحت إشراف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذا بها فجأة نجدوها عبارة عن وقفة احتجاجية أمام مقر البلدية، واش ممكن نعرفوا الأسباب أسي حسان؟ مرة أخرى شكرا للجديدة نيوز على حضورها الدائم والمتواصل مع نقابة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وتغطيتها لكافة الأحداث والقضايا اللي كتعلق بحقوق الإنسان وبهموم المواطنين ومواطنات المدينة الجديدة. بالفعل احنا كنا اليوم على موعد مع تنظيم ندوة حقوقية فكرية للنقاش حول دور الحركة الحقوقية في الدفاع عن حقوق الإنسان. هذه الندوة اللي هي مقررة من طرف المجلس الوطني للجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنعقد بالرباط يوم 11 أكتوبر 2015، واللي اليوم من المفروض واحد العدد كبير جدا من الفروع ديال الجمعية لتنظم ندوات في القاعات العمومية، ولكن للأسف الشديد مرة أخرى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على الصعيد الوطني وكذلك على مستوى مدينة الجديدة تمنع من حقها في استعمال قاعة عمومية وتنظيم الندوة ديالها بشروط عادية جدا. أسباب هذا المنع ترجع حسب التحريات اللي عندنا إلى التدخل القوي ديال باشا مدينة الجديدة اللي هو اللي ضغط باش حنا ما ناخذوش القاعة، وباشا مدينة الجديدة كيطبق التعليمات ديال السيد وزير الداخلية حسن، وهاد التعليمات كلها لا ديال الباشا ولا ديال وزارة الداخلية هي تعليمات غير قانونية ومنافية للقانون. التي لو سمحتي عافاك حنا نقلنا الندوة ديالنا من داخل القاعة من رداهات القاعة إلى الشارع العام، وها نحن نعبر بقوة عن احتجاجنا لهذا المنع، وها نحن حولنا ندوتنا الهادئة البسيطة إلى وقفة صاخبة قوية جماهيرية، وممكن أننا نفكروا بأشكال نضالية أخرى. إذا كانت السي العسال هذه ماشي المرة الأولى اللي كتعرض فيها الجمعية للمنع من القيام بأنشطة ديالها داخل المرافق العمومية، فلماذا التعنت ولماذا الاستمرار في طلب هذه المسألة؟ الهدف هو إخراج صوت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هو تسني الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن مواصلة رسالتها الحقوقية بنزاهة وبمصداقية، وهو الهدف هو التشويش على مصداقية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. ولكن هانتوما كتلاحظوا أننا في اليوم اللي حنا كنتمنعوا المناضلة والمواطنين ديال الجمعية تيستقبلوا الرئيس أحمد الهيج رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تيستقبلوه بمطار محمد الخامس اليوم مع الخمسة كالتولو ديال العشية، وهو حامل بين يديه جائزة إفريقية مهداة إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من الشبكة الإفريقية للمدافعين عن حقوق الإنسان، وهي تسمى جائزة المدافعين عن حقوق الإنسان بشمال إفريقيا، واللي ترشحت لها الجمعية واللي نالتها من بين واحد العدد كبير ديال الترشيحات. صدقات الجمعية كذلك أنها نالت جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وبالتالي المصداقية ديالنا مفروضة دوليا ومفروضة جهويا ومفروضة وطنيا، وأن هذا الإشكال ديال المنع لن تزيد الجمعية والمناضلات والمناضلين ديالها إلا إصرارا على الاستمرار وعلى النضال وعلى الصمود. وها أنتم ترون أنه الشباب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وشباب فرع جديدة حاضر بقوة، لأنه هو اللي غادي يحمل المشعل وهو اللي غيستمر بالنضال ديال الجمعية. سي العسال، اليوم حسب اللي شفنا ما بين الشعارات كاين شعار اللي مدوي بقوة ألا وهو الخاص بالمعتقل الذهبي، أحد أعضاء ونشطاء الجمعية البارزين واللي يتم الاعتقال ديالو في ظروف حسب اللي صرحوا بها بعض الشهود داخل جامعة ديال مولاي عبد الله بالتعسفية وغير قانونية. هل يمكن لكم تقولوا لنا على هذا الاعتقال هذا سيس؟ هذا اعتقال تعسفي، اعتقال كيندارج أولا في إطار التضييقات العامة اللي كتعرض ليها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والاعتقالات اللي كيتعرضوا ليها المناضلين ديال الجمعيه وما اكثرهم منهم دابا اخرهم احمد الذهبي، قبل منهم احمد بوعادي فولاد فراج، وفاء شرف طنجة، اسامه حسن الدار البيضاء، الدراري المناضلين ديال سيدي افني ديال بوعرفه الى اخره، العدد كثير جدا. وبالتالي الاعتقال ديال احمد الذهبي يندرج في هذا الاطار بالضبط ديال التضييق على المناضلين ديال الجمعيه. اعتقال ديال الذهبي جاء في اطار واحد المؤامره كيديه مشاركين فيها، شارك فيها الجماعه ديال مولاي عبد الله،
جزء من الجماعة ديال مولاي عبد الله، شارك فيها لا بريغاد لا جوندارموري ديال مولاي عبد الله، شارك بها النيابة العامة، شارك فيها الطبيب اللي سلم للمشتكي أحمد الثابي واحد الشهادة الطبية فيها 30 يوم في الوقت اللي وجاب جاب الشهادة سايق طوموبيلتو وجا واقف على رجليه، وهي هذه جناية. وكذلك هاد الاعتقال ديال أحمد الثابي هو محاولة لإحراز الصوت ديال الثابي مولاي عبد الله، لأن جميع الاحتجاجات اللي كاينة في المنطقة ديال مولاي عبد الله وديال الخانم كيكون الرفيق ديال أحمد الثابي أحد النشطاء البارزين فيها. ولكن أحمد الثابي صامد، حنا كنا في زيارة البارح، المعنوي ديالو مرتفعة، وسنناضل وسيخرج أحمد الثابي وسيستمر في النضال. وهذاك الصبحي عبد الرحيم أنا تنقول من هنا راه هو اللي غادي يمشي للسجن، هو اللي خص يكون في قفص الاتهام، وسنكون له بالمرصاد. شكرا سي شكرا.